أهلا بكم. من المعلوم قانونا أن الإنسان له أن يستخدم حقه كما يشاء، لكن أيضا من المعلوم قانونا أنه يجب أن يكون ذلك الاستخدام مشروعا، بمعنى أنه لا يجوز أن يضر بالآخرين في حال استخدامه لحقه الشرعي. يأتي هنا عندنا معنى يسمى معنى التعسف في استخدام الحق أو في استعمال الحق، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز في استعمال حقه حتى يصل به الأمر إلى أمر غير مشروع بأن يضر بالآخرين في استخدامه. في القانون هذا الاستخدام أو هذا التعسف في الاستخدام يأتي في صور ثلاث. أولها أن يكون ذلك الاستخدام بلا مصلحة وبلا غرض إلا غرض الإضرار بالآخرين. مثال ذلك أن يبني الإنسان بيته ويتعالى في بنائه لكي يحجب الضوء والنور والشعاع والهواء عن جيرانه، ليس له من أي غرض إلا هذا الغرض. في هذا الحال استخدامه لذلك الحق وهو بناء بيته فيه إضرار بالآخرين وليس له فيه مصلحة، هذا نوع من التعسف في استعمال الحق. النوع الثاني يسمى رجحان الضرر، بمعنى أن تكون له مصلحة في ذاك الاستخدام، ولكن هذه المصلحة ضئيلة جدا مقارنة بالضرر الذي سوف يقع على جيرانه أو على غيره من الناس. نفس المثال عندما يتعالى الإنسان ويبني بناءه العالي فإنه يحجب عن الآخرين الضوء والنور والهواء، ولكن له مصلحة يسيرة وذلك بأن يعلي سعر ذلك البناء في السوق، فهذه مصلحة ضعيفة وضئيلة في مقابل ذلك الضرر الذي سوف يلحق جيرانه من جراء بنائه العالي. النوع الثالث من التعسف في استعمال الحق أن تكون المصلحة التي استخدم الحق لأجلها مصلحة غير مشروعة، وهذا مثاله أن يستأجر شقة ويدير فيها أعمالا منافية للآداب، فإن استعماله في الحق في الاستئجار مناف ومتعارض مع تلك المصلحة الغير مشروعة والتي لا يجوز فيها استعمال ذلك الحق لأجل تلك المصلحة التي نهى عنها القانون. هذا الاستعمال وهذا التعسف الاستعمال جزاؤه في كثير من الأحوال أن يتم إبطاله، بمعنى أن يؤمر ذلك الإنسان بأن يزيل ذلك الضرر الذي وقع على غيره من جراء ذلك الفعل وإن كان في نفس الأمر فعلا مشروعا. كذلك يكون من جزاء ذلك التعسف أنه سوف يكون عليه الضمان في حالة وقوع أي ضرر على غيره من الناس. هذا التعسف ليس هو معنى الفعل الضار في ذاته، لأن الفعل الضار في أصله أمر محرم وممنوع قانونا، بينما التعسف هو استخدام شرعي لذلك الحق إلا أنه استخدام في مصلحة غير جائزة وغير مشروعة، فيأتي عندنا هنا عدم التعسف في استعمال الحق وهو أمر منهي عنه ومحرم قانونا. الشريعة الإسلامية بعدالتها وعظمتها نهت عن الإضرار بالآخرين مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يضر غيره ولا أن يرد الضر الواقع عليه بضرر مثله. لذلك فإن التعسف في استعمال الحق ومنع ذلك وعدم جوازه موجود في الشريعة الإسلامية بصورة واضحة. من ضمن ما نستدل به على ذلك آيات في كتاب الله تعالى، حيث جاء في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سر ريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال المفسرون أن سبب هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار طلق زوجته، وقبل أن تنقضي عدتها بيومين أو ثلاثة أرجعها إلى عقده، ثم طلقها مرة أخرى، وهكذا فعل بها ذلك مرارا حتى أوصل عدتها إلى 9 أشهر إضرارا بها. فإن استعمال حقه في التطليق والرجعة أمر طبيعي، إلا أن فيه إضرارا بتلك الزوجة، فلذلك صار منهيا عنه ونزل فيه قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أوضح دليل كذلك على هذا المعنى وهو عدم التعسف في استعمال الحق ما دام أنه سيؤدي إلى ضرب الآخرين ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء أي إذا طلبوا الماء صعدوا إلى أعلى فمروا على من فوقهم، فقال الذين في أسفلها ألا نخرق في نصيبنا خرقا فلا نؤذي الذين فوقنا، أي أن استعمالنا للحق وهو ذلك النصيب الجزء الأسفل من السفينة نخرق فيها خرقا فنصل إلى ماء البحر مباشرة ولا نؤذي غيرنا ممن فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فاستعمال الحق في ظاهره أمر مشروع، إلا أنه في حقيقة الأمر سيؤدي إلى ضرا بالآخرين
الآخرين فمنعه الشارع. كل هذا يدل على أن استعمال الحق يجب أن يكون مقيدا بالأمر المشروع وبالأمر الجائز الذي ليس فيه إضرار بالآخرين. فإن كان حصل من التصرف المشروع أمر منهي عنه أو إضرار بالآخرين فإنه يدخل في معنى التعسف في استعمال الحق، ولذلك يجوز إبطاله وإرجاعه، بل وعلى ذلك المتعسف الضمان والجزاء في إبطال العمل ثم إعادة الضمان بمن تضرر من ذلك الفعل.